الرياح وبما لا تدعي السفن، يعني اصبح التلاميذ كلهم معنيون بالصلاه، اصبحوا يصلوا في 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 الفناءات. وانا نظن هذه بهذا ميساج الجزائر انه تلعب كلش ولكن ما تقدرش تلعب بالعقيده تاع المواطن الجزائري. شكرا سيدي الرئيس. شكرا سيد مقران. سيد الوزير اظن هل تعلقين؟ تفضلي سيد الوزير. انا الرد تاعي كان واضح، والشي اللي نجم نقول فقط في هذا الميدان ان الجزائريين ما كانش واحد، ولو بعد 132 سنة فيما خص استعمار اللي كان قوي ما قدر يمس في هوية الجزائريين، ولهذا بالنسبة لنا هو ثوابت. الأمر كان مرتبط ب رزنمة اللي لازم احنا نحترموها في إطار القطاع التربية الوطنية وكل الدوائر الوزارية دوائر منسجمة، وفي إطار هذا الانسجام وجود المساجد فهي كذلك تسمح وهو فضاء للتحقيق والتنفيذ كل الضوابط اللازمة في إطار تحقيق يعني toutes les obligations. voilà. وشكرا.